ورجعنا لكم الفاصل. طبعا احنا عارفين الخبر الصدمة اللي كل الناس صحيت عليه الأسبوع اللي فات كان وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم. مشرفني ومنورني النهاردة في الاستوديو أقرب الناس لي، مؤلف كل أغانيه وابنه ومدير أعماله. خليني أبدأ الأول أعرفكم على الابن الأصغر للفنان شعبان عبد الرحيم، عدوية. ازيك يا عدوية؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. عدوية أنت اسمك الحقيقي إيه بقى؟ انا حسام قاسم عبد الرحيم، هو ابويا اسمه في البطاقه يعني قاسم عبد الرحيم، وهو كان بيحب احمد عدويه يعني من زمان فسماني عدويه، عشان وهو اتولد في شهر شعبان فعشان كده اتسمى شعبان عبد الرحيم. اوكي، يعني هو اتسمى شعبان عبد الرحيم علشان اتولد في شهر شعبان. ايوه، بس هو اسمه قاسم، قاسم عبد الرحيم، وسماك عدويه وانت اسمك حسام. ايوه، عشان هو بيحب احمد عدويه. اوكي، طب قول لنا يا عدوية، أنا هقول لك بقى، قول لنا يا عدوية، هقول لك الاسم اللي هو بيحبك، بيحب يندهلك بيه. أيوة. قول لنا بابا كان ليه كاريزما مختلفة، كان ليه لبس مختلف، طقوس مختلفة، وبالرغم من ده الناس كلها حبته جدا جدا. فممكن تقول لنا، ممكن تقول لنا أكتر شعبان عبد الرحيم اللي الناس ما تعرفوش؟ لا، هو شعبان عبد الرحيم الإنسان ده حاجة تانية يعني، أنا مش عارف أوصفها يعني انا لو قعدت احكي على اللي هو بيعمله معانا احنا مش هعرف يعني، حتى عم اسلام عارف وعم وحيد هو عامل معانا ايه يعني. كفايه ان هو في واحد يعني مثلا اي واحد بيكبر في السن يعني ولاده يقول لهم خلاص بقى كل واحد يتجوز مع نفسه او يعيش مع نفسه، هو مجوزنا كلنا، حتى اي واحد مراته بتتعب هو يقول له خد روح خليها تكشف وخليها تولد، اي حاجه بتحصل يعني هو المسؤول بيها يعني، هو مش اب عادي بالنسبه لنا. تمام، انا برضو احب اشرف او احب اعرفكم برضو بضيوف اللي قاعدين معايا. مشرفني ومنورني كل كاتب اغاني الفنان شعبان عبد الرحيم، الاستاذ اسلام خليل. ازي حضرتك؟ ازيك استاذ حسام. ومدير اعمال الفنان شعبان عبد الرحيم الاستاذ وحيد شعبولة. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا باشا. طيب انت كنت بتقول لي ان هو كان بيساعد الناس كلها، طب هو كان بيوجه، كان بيستقبل انتقادات الناس ازاي؟ يعني في وقت من الاوقات كانت في ناس كانت ممكن تتجه تنتقد الفنان شعبان عبد الرحيم من لبسه او من بعض الاغاني كان في الاول خالص، هو كان بيستقبل ده ازاي؟ هو بيسالش يعني، هو كل الحاجات دي كان بيسمعها عادي وما كأنه مفيش حاجه بتحصل يعني، كان خلاص كان عادي بالنسبه له، ما يردش على حد ومالوش دعوه، يقول لك خلي اللي يتكلم يتكلم. طب مين اللي اكتشف، مين اللي اكتشف الفنان شعبان عبد الرحيم؟ حضرتك مدير اعماله، قول لي بدا ازاي؟ يعني الموضوع بدا ازاي؟ عم شعبان بيغني من زمان رحمه الله عليه، وكان بيغني في الافراح الشعبيه، فتقابل مع حد اسمه الحاج سيد عبد اللطيف. ايوه، عمل له اول شريط اللي هو احمد حلمي اتجوز عايده. ايوه، من بعديها بقى موجود شعبان عبد الرحيم. بس هو الاول كان بيشتغل شغلانه تانية قبل الاخر؟ لا، هو المكوى دي وراثه ابا عن جد، لحد دلوقتي ليهم محل في الشرابيه لحد وقتنا هذا. هو طول ما ربنا يديني طولة عمر انا عندي استعداد على المكوى مكان النجفه لدرجاتي، لان خيرها عليا، ولحد دلوقتي المحل موجود في الشرابيه واخواته واقفين فيه، بس هو من ساعه احمد حلمي هو خد سكه الغنى. طب بمناسبة اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو أول ألبوم عمله، أنا عرفت إن هو كان اتنصب عليه في فلوس أول ألبوم، ده الكلام ده حقيقي؟ لا لا لا، ما حصلش. لا ما حصلش كده؟ لا لا ما حصلش، ما كانش فيه أي فلوس قليلة اتاخدت هو أخدها بدل ما كان المفروض فلوس ياخد فلوس أكتر أو كده؟ لا، عم شعبان طول عمره بيرضى باللي مكتوب له. ها، يعني لو اتفق على حفلة ب10 قروش مع حضرتك مثلا وأنت خدت 30 قرش ولا 40 قرش ما يسألش، يقول لك خلاص انا راضي بالعشر قروش ان شاء الله تاخد مليون. هو طول عمره كده رضا. وبمناسبه ان الناس بيتكلموا عليه على لبسه او على اغانيه او الكلام ده، هو طول عمره يقول لي اللي بيكتب دي شغلته الكتابه، بيكتب حلو بيكتب وحش شعبان عبد الرحيم موجود، بس دي شغلته زي ما انا شغلتي اغني كده، هو يكتب حلو يكتب وحش عليا، ده دليل على ان شعبان عبد الرحيم موجود من زمان على كده. طب هل هو وقف موضوع المكوى بعد ما غنى ولا لا؟
ده بالنسبه ليه هو. اه انما المحل موجود واخواته شغالين فيه واولاد اخواته شغالين فيه. طيب حضرتك